السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة باخبار العملات الرقمية. طبعا اصدقائي بهالفيديو راح اتكلم عن موضوع مهم جدا، واللي هي مو عملة شيبا اينو وعملة بوند. عملة بوند باخر 24 ساعة حققت ارتفاع وقدره 16%، وعندي عملة شيبا اينو باخر 24 ساعة حققت ارتفاع وقدره 3%، بعد اخبار مهمة من فريق عملة شيبا اينو عن بعض الميزات اللي ممكن تكون موجودة في الشيباريوم، اللي أفصح عنها شيتوشي كوساما أحد مطوري شبكة الشيباريوم الخاص بعملة شيبا إينو، طبعا بعد ما تحدث مع صفحة كوين ديسك عن هاي الميزات. راح نتكلم عن هاي المواضيع بهذا الفيديو. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تضغط زر اللايك وتسوي قناة فايز الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تضغط على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بدل القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. خلونا اولا اصدقائي ادعوكم تنضموا على منصة اكسنس تداول العملات المشفرة والفوركس. طبعا تداول سهل جدا على المنصة، كل عليك تحدد اللونج او الشورت، وطبعا تحدد قيمة اللوت. اللوت الواحد يعني قطعة كاملة من البيتكوين، 25% او 0.25 كأني أخذت ربع قطعة بيتكوين، 0.5 كأني أخذت نصف قطعة بيتكوين، وبربح الربح مثل نصف قطعة بيتكوين. وإذا ضغطت على واحد دوت كأني اشتريت قطعة بيتكوين كاملة. إذا ارتفع البيتكوين 100 دولار بربح 100 دولار، وإذا ارتفع 1000 دولار بربح 1000 دولار. طبعا منصة سهلة الاستخدام بشكل كبير، بإذا بتدخل بالقيمة اللي بحددها، وسرعة استجابة الأوامر سريعة جدا، والإغلاق كمان سريع بشكل كبير جدا. وطبعا عندي حساب اسلامي، يعني ما في اي رسوم تبييض صفقات. خلينا ننتقل للاخبار. اولا من شيبا اينو، بعد ما اعلن صفحة شيبا اينو الرسمية عن بعض الميزات اللي هتكون موجودة في الشيباريوم، وبتغريدة على تويتر قال افتتح عصر رقمي جديد، سيعيد شيباريوم الثقة ويعززها. شيتوشي كوساما يكشف عن خطة دمج الهوية الذاتية السيادية الخاصة بالاس اس اي لمبنى امن الدولة في جميع مشاريع شيبا اينو، يعني هو نوع جديد من الكي واي سي او توثيق الكي واي سي. طبعا هذا الشيء مهم جدا، رح يكون في توثيق على جميع المشاريع حتى يضمنوا عدم النصب والاحتيال داخل شبكة شيباريوم. طبعا اصدقائي هذا الشيء بيؤدي الى سلاسة، وطبعا اسرع من ناحية اثبات الهوية، بيقلل من نسبة الاختراقات الأمنية للحسابات، وبيقلل من نسبة المشاريع الاسكام اللي رح تنبنى على شبكة شيباريوم. طبعا شو بالنسبة لتحليل البيتكوين بعد صعود قوي تكلمنا عليه بمنطقة 28500، ارتفعنا وعملنا ارتفاع لمناطق 30,000 دولار، لكن للأسف فشلنا بالكسر، لأن كنا متواجد عند مقاومة مهمة جدا وهي مقاومة 30,000 دولار، واللي فشلنا بكسرة. طبعا هاي المقاومة اجت تزامنا مع الموفيك افريج 200 بهاي المناطق، فشلنا بكسر ورجعنا مرة ثانية مناطق 29,000 دولار، وحاليا ارتفعنا لمناطق 29,300، وهدفي على البيتكوين تواجد مرة أخرى والتوجه إلى مناطق 30,000 دولار إلى 29,900. شو بالنسبة لعملة شيبا اينو أصدقائي؟ حاليا عملة شيبا اينو لا نزال عند ترند صاعد، ومحافظين على هذا ترند ومن الصعب كسره، لكن كمان نحن قريبين على مقاومة مهمة جدا اللي هي مقاومة 8.5 0.5 0.5. أما بالنسبة لعملة بوني اللي عملت ارتفاع كبير الفترة الأخيرة وارتفعت بأكثر من 16% في آخر 24 ساعة، حاليا العملة تزال في نمط صعود كبير، وخاصة بعد اقتراب موعد إطلاق الشيباريوم اللي راح تكون عملة بوني هي عملة دفع الرسوم الخاصة بهاي الشبكة. أصدقائي هي نكون وصلنا لهاي الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشبك بالقناة وتفعل زر الجرس، تضغط لايك حتى توصلك كل جديد في عالم المترقمين. مع السلامة، دمتم بخير.